بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن جلالة الملك المفدى مهتم بالتكنولوجيا الحديثة، وقد وجه جلالته لمباشرة وضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعدادات للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. حقيقة يعني احنا محظوظين باهتمام جلالة التكنولوجيا الحديثة وضرورة توظيفها في تسهيل الخدمات الحكومية ودعم الاقتصاد وخدمة المواطن، وهو يضع نموذج لهذا الاهتمام في التواصل مع أبناء وبنات الطلبة، ويبعث الحقيقة رسالة تطمين لهم للتعامل مع هذا التغير في أسلوب تعلمهم بكل أريحية من خلال استخدام جلالته لهذه التقنية. طبعا اهتمام جلالته المستمر بالتكنولوجيا الحديثة وتأكيده لأهميتها يعني مستمرة دائما، كان آخرها خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لفصل التشريع الخامس، ذكر يعني منصه، اسمح لي طبعا بس اذكر اقترس من كلام جلالته، ذكر في ضوء مساعينا الجاده نحو اقتصاد المعرفه بالاتجاهات الحديثه فاننا نوجه في هذا الخصوص بان تباشر الحكومه بوضع خطه وطنيه شامله تؤمن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجيه والخدميه من خلال وضع الانظمه اللازمه واستكمال البنى التقنيه وتشجيع الاستثمارات التنوعيه لضمان الاستفاده القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني. طبعا هذه الرعاية الملكية السامية والدعم خلال 13 سنة الماضية أثبتت أن هناك نظرة ثاقبة للمستقبل من خلال ما نشهده اليوم من تقديم أكثر من 400 خدمة حكومية متكاملة مترابطة تقدم من خلال 4 قنوات وطنية وعشرات الأنظمة التي تشغل عمليات مختلف الجهات لتصل مدفوعات. يعني إذا بس ناخذ إحصائية بسيطة، خلال العام الماضي 2019 كان عندنا أكثر من 150 مليون دينار وزيادة مستمرة ومضطر في استخدام الخدمات والتطبيقات. نلاحظ أن مملكة البحرين ما توقف العمل، يعني حتى طريقة تعاملنا ما كان هناك توقف وشلل كلي للناس أنهم موجودين في البيوت. الأشياء الأساسية استمرت، الحكومة أيضا قدمت خدماتها. نعم هناك انخفاض في الوتيرة، الاهتمام بالصحة وسلامة الموظفين والمواطنين، لكن نظرا للجاهزية التقنية والاستعداد الكبير الموجود الحقيقة عندنا في مملكة البحرين لسنوات طويلة اللي عملنا فيها واستثمرت قيادتنا وحكومتنا فيها، لاحظنا أن الحكومة ما انشلت، تقدمت الخدمات بكل سلاسة ويسر، كل الوزارات كانت تعمل.